لسه مكملين بنشرح الحكم اللي بنترجمه مع بعض، واللي وضح لنا مرحلة المحكمة الابتدائية حصل فيها ايه، وانتقل للاستئناف حصل فيه ايه، ودلوقتي احنا رايحين لمحكمة التمييز. طعن المدعي في هذا الحكم بطريقة التمييز. احنا اتفقنا انه appeal the judgment او appeal against the judgment معناها استأنف او طعن فيه. The plaintiff appealed this judgment by for cassation او before the court of cassation او by cassation. كل ده نقدر نقوله على بطريق التمييز. احنا قلنا الفيديو اللي فات في نهايته معلومة سريعة ان الاستئناف احد طرق الطعن العادي امام محكمة الاستئناف، عادي جدا. اما التمييز فهو احد طرق الطعن غير العادية. انا بديكم هنس بس علشان من خلالها تقدروا تزودوا الباك جراوند، نقدر نروح نقرأ عن الاستئناف والتمييز والفرق ما بين او الفرق بينهما. واودع الصحيفة قلم كتاب المحكمة. انت هتستغرب لو انت ما اشتغلتش احكام قبل كده وتقول يعني ايه قلم كتاب المحكمة. نرجع للكلمة اللي قلناها في الفيديو التاني او التالت، انه من لا يفهم لا يفهم. لازم تبحث كويس جدا. لو كلمة زي دي جات لك وانت ما انتش فاهم، ممكن نستخدم ببساطة شديدة بحث جوجل براوزر، وهنعرف انه قلم كتاب المحكمة هو مكتب الكاتب اللي في المحكمة، لكن ده المصطلح المستخدم عن لوصفه، وبالتالي هنقدر نجيب الترجمة الصحيحة الدقيقة ليها. And filed the statement with the clerk's office of the court أو the court apostrophe s clerk's office. يبقى عرفنا ان قلم كتاب المحكمة، ده قلم كتاب المحكمة هو court's clerk's office أو clerk's office of the court. ونقدر نقول file the statement to registry، برضك هو نفسه registry قلم كتاب المحكمة يا clerk's office يا registry، الاثنين صح. تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. أنا حاولت أجيب جمل بسيطة شوية علشان في البداية كده ما نعقدش المواضيع، وانا بسطت الجمل كمان. احنا بقى نقدر واحنا شغالين الجملة اللي فيها صعوبة نقراها مرة واثنين وتلاتة ونبسطها على نفسنا، نترجمها من العربية الى العربي، ثم نترجم ما ترجمناه الى الانجليزي. A police attorney، طبعا احنا اتفقنا ان المطعون ضده نقدر نقولها a police ونقدر نقولها respondent. اوكي، attorney اللي هو المحامي او الوكيل، filed a defense statement المفروض ان هي نقول filed او submitted، و defense statement مذكرة الدفاع، defense statement او statement of defense مذكرة الدفاع. وطلب من المحكمة and requested the court ايه بقى؟ رفض الطعن. خلي بالنا ان في تفصيلة في كلمة رفض دي وهنفهمها برضو مع بعض.